علاقات وطيدة تمتد جذورها عبر التاريخ تربط مصر والهند وتشهد تطورا كبيرا في كافة المجالات. وتعددت الزيارات الرسمية المتبادلة بين مسؤولي البلدين ما أضاف زخما كبيرا للعلاقات بين القاهرة ونيودلهي. علاقات وطيدة تمتد جذورها عبر التاريخ بين مصر والهند، وهو ما عكسته الزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين، حيث أعطت تلك الزيارات مزيداً من الزخم في العلاقات. ففي أكتوبر عام 2015 كانت أول زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهند لحضور قمة منتدى الهند إفريقيا والتي عقدت في العاصمة نيودلهي، وعلى هامشها كان لقاء الرئيس السيسي برئيس الهند السابق برناب مخرجي، فكانت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتعظيم التعاون الاقتصادي والسياسي أبرز ما تناوله اللقاء. وفي العام 2016 قام الرئيس السيسي بزيارة للعاصمة نيودلهي استجابة لدعوة الرئيس الهندي برناب مخرجي، حيث عقد الزعيمان مباحثات قمة تناولت سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، فضلا عن تطوير التنسيق والتعاون بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية، ولا سيما في ضوء التحديات والتغيرات التي تشهدها الساحة الدولية. وفي العام 2022 أرسلت الهند وزير خارجيتها إلى مصر لتأكيد ما تم الاتفاق عليه والتباحث بشأنه خلال لقاءات القمة للرئيس السيسي والرئيس الهندي. فكانت مباحثات الرئيس السيسي ووزير الخارجية الهند في ذات الإطار، وعلى رأسها تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتعاون في عدد من المجالات بما يتسق مع مكانة وإمكانات الدولتين. وتأكيداً على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وجهت الهند الدعوة لمصر لتشارك في جميع اجتماعات وفعاليات مجموعة العشرين والتي ستترأسها الهند في الدورة الراهنة لمدة عام. فشاركت مصر بالفعل في الاجتماع الأول لممثلي قادة الدول والحكومات بمدينة أوديابور الهندية لوضع خارطة طريق لاجتماعات المجموعة. العلاقات المصرية الهندية شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية على كافة المجالات، عكست حرص الجانبين على تعزيز العلاقات الثنائية من خلال تكثيف الزيارات رفيعة المستوى، فضلا عن الدبلوماسية المصرية الجادة لتعزيز التعاون مع القوى الكبرى في القارة الآسيوية بما في ذلك الهند.